كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي موقف مهاجم الفريق الدولي الإسباني ألفارو موراتا من المشاركة في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. وغاب موراتا لما يقرب من شهر عن المشاركة مع بطل البريمير ليج بسبب مشكلة في الظهر قبل أن يعود مجددا ويشارك في فوز البلوز على وسيتي بروميتش أولبيون بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي. وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه لهال سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي الفارو يتدرب معنا كل يوم بشكل منتظم للغاية. وأضاف حالته البدنية تتحسن وسوف يلعب في جزء من مباراة الغد وسيكون جاهزا للمشاركة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا. ويستقبل فريق البلوز نظيره فريق هال سيتي مساء غدا الجمعة على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات دوري 1/6 بكأس الاتحاد.